لا تواخذني علي بيك، طولت عليك. بس شفت وضع سلمى ما كان منيح. كيف صارت هلأ؟ أحسن؟ إيه أحسن. ما كان بدي يصير هيك، عن جد أنا بعتذر. ما في داعي قبطان، أنت مالك ذنب بأي شيء. بس معاملتك المنيحة معي واهتمامك ودفاعك عني اللي ما شفته من حدا أبدا فرحني كتير، بس استغربت من تمسكك، لأنه بالحقيقة في أحسن مني وكان فيك تختار غيري وبدون ما توجع راسك أبدا. فلشو اللي عم تعمله؟ قبطان علي، مثل ما قلت لك، السبب هو معرفتي فيك بالصدفة. إيه القدر، والأهم من هيك مبادئي بالحياة. أنا ما فيني أشوف حدا مظلوم يا قبطان، لأني انظلمت كتير، لهيك بفضل الشخص المظلوم عن غيره. وعلى حسب خبرتي بتعرف على المظلومين وبحاول شغلهم معي، لأنه بهيك ناس بتلاقي فيهم التصميم وبيشتغلوا معك بكل ضمير، وعطول بيكون عندهم اندفاع كبير ليثبتوا حسن نيتهم، اندفاع نادر ولباقة، أو بيحاولوا يجددوا حالهم كتير. واللي بيشتغلوا بهالاندفاع ما بيتراجعوا بالمرة ولا بييأسوا لو شو ما كانت الظروف، منيحة أو سيئة، بيحاولوا يكسبوا ما يخسروا أبدا. ولهيك أنا بدي إياك. يعني محتمل وجهة نظرك صح، بس مو شرط الكل يفكروا هيك. على كل شجعتني، بس جميلة ما رح تتقبل هذا الشيء. جميلة خانم برأي أنك الشخص الوحيد يلي دمر حياتها وبده يدمرها. بس إذا اشتغلت وصار لك موقع ومكان كبيرة أكيد رح تتغير نظرتها فيك. إيه يمكن، إن شاء الله يكون هيك. أصلاً لحد اليوم ما نعرض علي شغل أحسن. طيب ماشي، أنا موافق. وأخيراً فرصة سعيدة وأهلا وسهلا فيك. ألف مبروك. شكرا لك. أنا عملت حسابي توافق وخليتهم يجهزوا لك مكتب. أها. كم ساعة وبيجهز؟ طيب يسلموا. علي بيك، نحن ما لنا زملاء شغلوا، بس بظن صرنا رفقات وإيد واحدة، ومع المستقبل أنا وياك رح نعمل مشاريع مهمة كتير. بكرة بتشوف. إن شاء الله. تفضل قبطان. كيف؟ عجبك المكتب؟ ما علي حكي، حلو كتير. إذا في شي ما نعاجبك أو بدك تغير شي لا لا لا، يسلموا، مو ناقصني شي. برجع بقلك مبروك. شكرا لك. بدي شوف جميلة خان. مين إلا يا بيك؟ علي أكارسو، هي بتعرفني، وبعدين أنا بلشت أشتغل معكم. أهلا وسهلا. جميلة خانم، علي أكارسو عندي وبده يشوف حضرتك. مشغولة، بعتذر منك. قولي لها في موضوع ومهم.
عم يقول إنه الموضوع مهم كتير يا خانم. أمرك يا خانم. جميلة خانم رح تقابل حضرتك، بس عن جد هي كتير مشغولة، ما عندها وقت كتير. تفضل. تفضل. جميلة، أنا أصلاً جاي مشان قلك. بعتذر منكم كتير، بس فتت لقلي غسان بيك بده يشوفك فوراً. بعد شوي. عم يقول الشغلة مهمة وعائلية. طيب خليه يفوت. تفضل غسان بيك. شوفي غسان، شوفي، ليكون صاير شي لزهرة. لا مو صاير لزهرة شي. نيفين، شو صاير له؟ كانت مع العمال المضربين وهنيك صارت مشكلة، والشرطة اجوا اخذوهن على المخفر. نيفين عم تشتغل محامية بالاتحاد، لهيك انا مضطر روح. واقف واقف، وانا كمان جاي. وانا رايح معكم. ليش؟ اذا انت اما فانا ابوها جميلة، فهمتي؟ انت محامية؟ ايه نعم. وين بتشتغلي؟ بالاتحاد. طيب وشو كنتي عم تعملي هني؟ ما قلت لك انا محامية. قالت انا محامية. انت قاومتي الشرطة شي؟ في هيك ادعاء او حدا شاهد عش؟ انا عم اسألك. انت قاومتي الشرطة شي؟ ما فيك تسألني. جاوبي بلا لعي، والا بتكبري القصة وبتعلقي هون. لسه في عندي ألف زلمة ما بتعرفي هالشي. انا بحياتي ما اذيت نملة لحتى تسألني هالاسئلة. والله ما عم صدق انه انتم ما بتحترموا مكانتي الاجتماعية. بس انا عم بسألك مثلك مثل اي عاملة هون يا عيني. لك انا محامية يا. يعطيك العافية اخي. تفضل. سمعت صايرة مشكلة مع العمال وقال جبتوهن لهون، وفي بيناتهم نيفين تاتلي اغلو بتكون مرتي، يعني اكيد في سوء تفاهم. طول بالك، اكيد بتكون جوا ومثل ما تايل. استنى لتعطي افادتها. شو صاير؟ عم ياخذوا اقواله وقال استنوا،